كوارث كلها فاهم. طب ايه كانت في الاهلي ولا في المنتخب؟ لا اغلبيتها في المنتخب. انا في الاهلي رمضان اللي كان اول رمضان يكون مع الفريق السنه اللي فاتت، وكانت الاجواء يعني ما كانتش احسن حاجه. كنا خسرانين كاس مصر تقريبا، وكنا بنحضر للسيمي فاينل الدوري، وكانت يعني كنا بنحضر لكاس مصر كمان. ده الموسم اللي فات. الموسم اللي فات ده رمضان اللي انا وكان بقالي سنه في الاهلي، وكانت الاجواء والله ظريفه. حتى يعني كان في عزومه عندي في البيت، وجمعنا الفريق كله قبل كاس مصر على الفطار، وكنا بنحاول نلم بعض على قد ما نقدر يعني، بس ما حصلناش نصيب. وبعد كده حصل بقى قصه تغيير الجهاز الفني، وكملنا رمضان مع الكوتش الاجنبي والعيد. ان شاء الله السنه دي رمضان يعني هنكسب في الدوري ان شاء الله، او هنكسب سيمي فاينل، وفي العيد انا قاعد بالدوري ان شاء الله. ان شاء الله يا كابتن تبقى البطوله الخامسه تحققوها الموسم ده وتفرحوا كل جماهير النادي الاهلي. بس برضو مش هسيبك يعني، عايزه موقف. لا لا مش يعني انت بتتوه وانا انا بتوه جدا الصراحه، مش هكدب عليكي. لا ما مش فاكر فاش خالص. لا لا اصلي لا ولا قبل الفطار ولا بعد الفطار. لا 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 في المعسكرات في الماتش. ما كوارث والله خالص. مين اكتر حد في الفرقه بتبقى حريص ان انت تكون موجود معاه في العزومات وفي الفطار في رمضان؟ يعني دايما لازم انت تكون معزوم عنده وهو يكون معزوم عندك في رمضان. مين من الفرقه؟ من الفرقه حتى يعني في المعسكرات وبره المعسكرات في ناس كده على طول، بالذات في رمضان وبنحب نفصل مع بعض يعني. مود الجارحي، ايهاب، وعمر طارق، واحمد الجارحي، ويمكن كابتن غنام يعني كابتن احمد يعني. دول اكتر ناس. حتى لما في المعسكر لو الاكل بقى مش حلو في الاوتيل وهنجيب اكل مشويات، هنجيب حاجه من بره، فدول اكتر ناس بكون بفطر معاهم يعني. ايه اكتر اكله طب بتحب تفطر عليها في رمضان؟ لازم تفطر عليها في رمضان يعني، مش لازم كل يوم بس معظم الاوقات في رمضان. ما هو احنا اغلبيه الوقت يعني مش بنكون، لو احنا ان سيزون هيكون عندنا نظام غذائي بقى وحاجات كده ماشيين عليها، فغير لو مثلا رمضان جاي في الاوف سيزون. بس السنه دي برده جايه في جوه السيزون يعني، ف هيبقى بناكل بقى حاجات يعني مشويات اكتر الوقت. ولو هناكل مشويات هتبقى حاجات بسيطه يعني، رز بالبخار واكل يعني مش ناس صايمه. يعني دايما بتفطر على طول على رز واكل وغدا على طول يعني؟ افطار على طول مش مثلا شوربه مثلا في الاول، حاجات خفيفه بسيطه؟ لا انا ما احبش ضيع وقتي، انا باكل على طول. ممكن اشرب عصير بس في الاول اللي هو قمر الدين ده، اكتر حاجه احبها في رمضان، وبعد كده اكل بقى الاكل على طول يعني. تبقى حريص ان انت تجيب فوانيس رمضان لحد